وتخلي بالك اللي بتطلع الباقي. كيفية استخدام الستيك؟ أولا بنسحب البطاقة المدنية بتاعت العميل، وبعد كده هو بيحط بقى البصمة اللي هو استخدمها في الريجستر، بعد كده يفتح لنا السيستم عادي زي كده، السيستم بتاع الشركة عندنا. فاحنا بنتك انتر، اللغة المتاحة دلوقتي اللغة الإنجليزية بس، بعد كده هيكتفوا اللغة العربية. فبنتك انتر يطلع لنا كاش أو كنت، حضرتك إذا مثلا عايز تدفع كاش يا إما كنت. هنستخدم دلوقتي طريقة الدفع بالكاش، فيطلع لنا اسم اللي احنا بنحول عليهم، مثلا أستاذ رجاء يوسف حصاليب، على مثلا ده دي حوالة على البنك، فاحنا بنتك انتر تاني. وبعد كده بنستخدم بقى البنك اللي احنا بنحول عليه على طول، مثلا عندنا البنك الاهلي، بنك مصر، اي بنك، فاحنا هنستخدم مثلا بنك مصر. وبيدينا برضو السعر الريت والقد ايه الواحد دينار والالف عامل كده. فبنتك انتر فبيطلع لنا بقى المبلغ بالكويت دينار يا اما بالمصري. فاحنا مثلا لو عايزين مثلا نحول 1000 جنيه بنتك انتر بيقول لنا مثلا 72750 ولا 43، فاحنا بنستخدم 43 عشان الماكينة هنا ما بتطلعش 100 فلس ولا 50 فلس، يا دوب ربع يا نص. فكده بيطلع لنا المبلغ بالأمونت 43 دينار وال 1400 أو 1000 جنيه اللي هو عايز يحولها. فبعد كده بنعمل كونتينيو، وبعد كده مثلا بيقول لنا بقى إيه السبب بتاع مصدر الفلوس، إيه سالري ولا بونص لون، فإحنا بنقول سالري. فبيطلع لنا بقى البيانات بتاعت العميل كلها، مثلا أستاذ رجاء إيه بنك مصر، علي مبارك، والمبلغ والأمونت كله. فاحنا يا دوب بنتك انتر تكون الحواله يا دوب على دفع الفلوس بس، يا دوب بنحط الكاش في الماكينه هنا، بنحط الكاش هنا في الماكينه تطلع لنا بس، بعد كده السيستم بيقراها انهم عاملين كونفيرم ويطلع لنا ورقه الفاتوره للعميل من هنا، وكده تكون تمت الحواله ما كملتش 10 ثواني او 20 ثانيه.